كما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حرص دول تحالف دعم الشرعية في اليمن على توفير برنامج لإغاثة الشعب اليمني. لقد حرصت دول التحالف بضم الحكومة الشرعية في اليمن على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته وعمدت إلى الرغبة بأمنه واستقراره، كما عملت دول التحالف على إعادة العمل للشعب اليمني من خلال برنامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية، كما تواصل دول التحالف دعما لجهود الوصول إلى حل سياسي الأزمة اليمنية وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل.